السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. بعدنا عنكم فترة طويلة جدا، سبب انشغالي عن القناة إن أنا في الغالب بفضل القناة عن شغلي وعن حياتي، لكن لما بلاقيش تفاعل في القناة فلا برجع لشغلي، بقول شغلي أهم وحياتي أهم فبهمل القناة. فيا ريت لو عايزين أستمر معاكم يكون في تفاعل في القناة وتنشروا القناة، لأن القناة مستوى التفاعل فيها ضعيف جدا 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 بالنسبة للدروس اللي بقدمها فيها. على كل حال اهلا بكم من جديد، نبدا مع بعض سلسله دروس قويه جدا 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 في مجال التوبوغرافي. طبعا انا بحب ليه مجال التوبوغرافي، وبحب ان انا اقدم فيه دروس كتير، لانه فعلا مجال فيه افكار جديده، كل ثانيه بتلاقي فيه افكار جديده وفي شغل جديد وفي حاجات جديده، وبيعتمد على الابداع وعلى الفكر اللي عند الشخص او عند المصمم. كمان انه في مجال للعمل واسع جدا، يعني لو اتقنت تصميم الاسماء والشعارات بالتيبوغرافي هتقدر تشتغل ويكون لك دخل كويس فقط باستخدام المجال ده. فعلشان كده انا بركز فيه في القناه، وشغلي الشاغل ان انا اطور نظام التيبوغرافي في القناه واطور الدروس اللي بقدمها فيه. طيب تعالوا نشوف ازاي نصمم التصميم ده. اسم حمزه، طبعا ده مش كوفي مربع، ده خط هندسي بدون اي قواعد وبدون اي خبره مسبقه وبدون اي عمليات حسابيه، بطريقه بسيطه جدا هنبدا نعمل الشكل ده. تعالوا نشوف هنعمل الشكل ده ازاي. هنعمل النيو، نفتح عمل جديد باي قياسات تختارها. هنجيب اداه اللاين وهنرسم لاين بالشكل ده، هنضغط على شيفت واحنا بنرسم ونرسم لاين بالشكل ده. طبعا ادينا القيمة واحد. بعد كده هنضغط على Alt ونسحب اللاين ده، ناخد منه نسخة بالشكل ده كده. أنا هحدد القيمة عشوائية، مش هختار مسافة معينة، لا قيمة عشوائية كده، خدت منه نسخة وبعدين هضغط على Ctrl D في الكيبورد، هتتكرر النسخة بالشكل ده كده أكتر من مرة لحد ما أعبي المجال بالكامل. بعد كده هحدد الاشكال دي بالكامل كده بالسلكشن، وهروح على المحاذاه، هعمل محاذاه بالشكل ده في السنتر، وبعدين هظبط الشكل كده. ممكن ان انا مثلا اخليه لفوق، يبدا من اول مساحه العمل. هضغط على كنترول جي علشان اعملهم جروب، وبعدين هضغط على كنترول سي وكنترول اف، عمل لي نسخه. هقف هنا كده لحد ما السهم يبقى زي الكيرف كده، وبعدين ابدا ان انا اعمل له دوران 90 درجه بالشكل ده كده. عشان اجيب ال 90 درجه بضغط على شيفت وانا بعمل الدوران، فبتجي لي 90 درجه بالظبط. ممكن كمان ان انا اجيبه في المحاذاه كده. كده انا حددت الشبكيه اللي انا هرسم بيها الاسم او ان انا هصمم بيها التصميم. نبدأ بقى نصمم التصميم، نشوف هنعمله ازاي. هعمل زوم ان، هضغط كنترول اي علشان احدد الكل، هجيب اداة الشيب، طبعا هحدد لون هنا وليكن اللون ده. ابدأ بقى اعمل التصميم اللي انا عايز اعمله، هسحب بالشكل ده كده. طبعا ان انا اعمل توازن في المسافات ده شيء مهم جدا. دي حرف الحاء ودي حرف الميم. ودي حرف الهاء. وهنعمل كذا نقطة هنا هنستخدمهم في التصميم. أنا عملت التصميم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده هجيب أداة الماجيك وأختار اللون ده، وأضغط على كنترول سي، وهروح أفتح عمل جديد. هخلي العمل ده لو أنا عايز أعمل عليه حاجة تاني، وتقدر تحفظه كمان وتخليه تمبلت عندك. وأضغط على كنترول إف، وابدا بقى ان انا اظبط الشكل ده. اول حاجه هشيل الاستروك من عليه، مش هخلي فيه استروك، وابدا ان انا اظبط الشكل ده كده. اول حاجه هعملها هجيب الدايركت سيلكشن، واقف هنا كده وانزل بالمربع ده شويه، هجيب الجزء ده واسحبه كده شويه. بعد كده هجيب الجزء ده هركنه هنا كده، وهجيب الجزء ده واسحبه كده شويه، بحيث ان انا اعمل
المسافات انا بعمل اندول ان انا سحبت اكتر من نقطة، بحيث ان انا اقلل المسافات دي كده. هجيب النقطة دي اضيفها هنا، وهجيب الشكل ده. طبعا انا عايز اضيف الشكل ده هنا كده، واجيب النقطة اضيفها فوق. عايز اضيف الشكل ده هنا كده. انا قللت المسافات على قد ما قدرت، وبعدين بجيب الشكل ده هنا كده. بعد كده بقى ببدأ ان انا اظبط النقاط. هجيب النقطة دي، طبعا هضغط على شيفت عشان تيجي بشكل مستقيم، بشكل الزاوية 90 درجة كده. دول هنعمل لهم محاذاة. طبعا ممكن ان انا اضغط على كنترول ار واجيب الرول واعمل جايد، بحيث ان كل النقط تبقى على اتجاه واحد معايا. الجزء ده هجيبه كده شويه. ابدا بقى ان انا اعمل الجماليات في التصميم، وابدا ان انا اعمل الكيرف اللي في التصميم. هضغط هنا كده واسحب النقطه دي بالسهم الابيض، طبعا انا شغال بالسهم الابيض، وممكن اقف هنا كده واسحب النقطه دي. طبعا الحاجات دي ترجع لك انت تظبط في الشكل بمعرفتك. لكن هي في النهاية بتدي شكل جمالي للتصميم. زي ما انتم شايفين عملت الشكل ده. نبدأ بقى ان احنا نظبط التصميم ونعمل الظل، ونحاول نخلي التصميم يظهر شوية. قبل ما نعمل الظل هنجيب الاثنين دول، هنجيب دي هنعمل لها كنترول سي كنترول اف، خدنا منها نسخة. هنضغط على الت وشيفت واحنا مختارين السهم الاسود، ونكبر بالشكل ده، وبعدين نضغط على كنترول سي، ونيجي هنا هنحددها، ونضغط شيفت ونضغط هنا، ونضغط على الماينس فرونت من الباس فايندر. طبعا الباس فايندر بنجيبه من قائمه ويندوز. هنضغط على كنترول اف مره ثانيه عشان نعمل منها نسخه، ونيجي هنا نحدد النسخه اللي احنا عملناها والنقطه الثانيه، ونضغط على الماينس فرونت. كده احنا عملنا تداخل في الشكل. هنضغط كنترول سي كنترول اف ونكبرها شوية، وبعدين نضغط شيفت ونحدد التاء ونعمل ماينس فرونت. كده عملنا تداخل للنقاط في التاء. نيجي بقى نفرغ النقطة ديت، نعمل كنترول سي كنترول اف، ونجيب السهم الأسود ونكبر شوية كده، ونحدد التاء ونعمل ماينس فرونت. طبعا كده التاء انحذفت. ليه؟ لأن التاء هي اللي فوق. هنضغط كنترول زد، وهنضغط كليك يمين على النقطة دي، الرينج برينج تو فرونت، وبعدين نحددها ونحدد حرف التاء ونعمل ماينس فرونت. كده التصميم عندي جاهز، محتاج بس ان انا اعمل الاطارات، احدد التصميم بالكامل. هضغط كنترول سي وبعدين كنترول بي، وهغير اللون بتاعه لاي لون تاني، وبعدين هضغط يمين وشمال بالشكل ده كده. كده انا عملت نسخة تانية من التصميم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب انا عايز افرغ الجزء ده كده، هضغط كنترول سي وكنترول اف من الجزء الازرق، واخليه وليكن لونه اخضر، وارجع لنفس المسافة تاني بالشكل ده كده. وانا محدد الاخضر هحدد الجزء الازرق، واضغط على الماينس فرونت. بعد كده اخد الجزء الازرق وانزل بيه تحت شويه. طبعا الحاجات اللي في المنتصف ديت انا مش عايزها، انا عايز الجزء ده فقط لا غير. فممكن اجيب اداه الممحاه واحذف بالشكل ده كده، هخلي الجزء اللي انا عايزه. طبعا الجزء ده مش متحدد، هو طبقه لوحدي اهو، بقدر ان انا اروح احذفها
والجزء ده كمان بقدر ان انا اروح احذفه بالشكل ده بالضغط تحديده والضغط على ديليت في الكيبورد. بس كده كده انا خدت الجزء ده. بعد كده بجيب اداة الريكتانجل واعمل المربع او المستطيل اللي انتوا شايفينه ده. هنخلي ستروك، ممكن نزود قيمة ستروك شوية 2 بكسل. بعد كده هنضغط اوبجكت وهنختار اكسباند وهنضغط اوكي. هنجيب اداة المستطيل نحذف الجزء ده كده، طبعا هنحذف اللي احنا عملناه ده. هنجيب اداة المستطيل هنحدد الجزء ده كده، وبعدين نحدد الاطار اللي احنا عملناه ونضغط على الماينس فرونت في الباس فايندر. بعد كده هنجيب اداة المستطيل ونحدد الجزء ده، وهنحدد بقى بالسهم الابيض المرة دي ونضغط شيفت ونحدد الاطار اللي فوق ونضغط على الماينس فرونت. كده احنا عملنا الاطار ده، حد نصغره شوية، نصغره بالشكل ده كده. نيجي بقى نضيف الالوان. هنيجي للجزء ده هنضيف له اللون الاصفر ده، والجزء ده هنخليه بالازرق زي ما هو، والمقاطع هنخليها بالازرق زي ما هي بالازرق. عايز بقى اعمل التداخل اللي هنا، التداخل بين الحروف وبعضيها. هنعملها ازاي؟ هنيجي هنجيب اداه الريكتانجل وهرسم مربع في الجزء ده كده، طبعا علشان الشكل شكل هندسي فهيريحني جدا. رسمت المستطيل ده وهاجي على الايقونه دي كده، انا اديته جريدينت. هتفتح لي الجريدينت هنا، لو ما فتحتش بجيبها من قائمه ويندو واختار الجريدينت هلاقيها هنا اهي. نضغط، لو ضغطنا على كنترول واف 9 تظهر معانا. هنا هنخليها اسود، وهنا هنخليها اللون ده، وهنقف هنا برضو وهنخلي الاوباسيتي صفر. وهنيجي باداه لجريديانت طول ونسحب، هنحددها كده ونسحب بالشكل ده كده. ممكن بقى نسحب كمان عشان نموت الكيرف. كده احنا عملنا الجريديانت بتاع الظل. نجيب الريكتانجل ونسحب بالشكل ده كده من تحت، هتاخد نفس الجريدينت. لو ما خدتش هنضغط على حرف الاي ونديها نفس الجريدينت، ونجيب اداه الجريدينت والمره دي نسحب من فوق من تحت لفوق بالشكل ده. عملنا الظل اللي انتوا شايفينه ده. نيجي بقى نعمل الظل من هنا، هنعمل العكس بقى. هنجيب اداه الجريدينت ونعمل العكس، ونجيب الاداه ونسحب بالشكل ده كده. الموضوع سهل جدا وبسيط، مفيش فيه اي تعقيدات. اللهم انك تفهم فكرة الفيديو وفكرة الدرس فيه. بالشكل ده عملنا تداخل. ممكن كمان ان انا اعمل تداخل لحرف الهاء من هنا كده. شوفوا بقى فكرة التداخل اللي احنا عملناها عاملة ازاي، وشوفوا التصميم اللي احنا طبقنا عليه بالشكل ده، نفس الافكار ونفس التصميم بسهولة جدا بدون اي تعقيدات وبدون ما ندخل في عمليات حسابية. عملنا اسم حمزة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بشكل جمالي، وعملنا فيه تداخل بالجريديان. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس ده، واتمنى انكم تدعموني في القناة، وانكم يعني على الاقل تعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو يقدر ياخد مستواه في اليوتيوب. طبعا في دروس كتير هنقدم لكم مجموعة من الدروس الكبيرة في المجال ده، التبوغرافي بالذات. منتظر تعليقاتكم واسئلتكم على الفيديو، ولو في اي سؤال او اي استفسار خاص تقدر تواصلنا على رسائل التواصل اللي موجودة اسفل كل فيديو في وصف الفيديو. في النهاية أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.